استعرض مهرجان التراث في نسخته 27 جمال الخيل العربية من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمعارض، حيث تضمن المهرجان برنامجا حافلا بالأنشطة المتنوعة ما بين ورش العمل المختلفة، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية واللقاءات الأدبية. معارض متنوعة، صور ومخطوطات من مقتنيات متحف البحرين الوطني وثقت بشكل جميل مكانة الخيل في البحرين. في مهرجان التراث السنوي والذي سلط الضوء على الخيل العربية وطبيعتها والجماليات التي تتفرد بها عن غيرها من الخيول. فتشكل الخيل العربية جزء لا يتجزأ من تاريخ البحرين، وكذلك علاقة أهل البحرين ببيئتهم الصحراوية وكذلك سلالات الخيل التي حافظ عليها عائلة الخليفة، بالإضافة إلى ما يشكله هذا التراث الهام من أهمية قصوى لنقله للأجيال القادمة، لا سيما في ظروف العولمة الحالية وكذلك التحضر التي نواجهه في البحرين بشكل خاص بوجود المدن المتعددة. معرض بين الخيل والخيال استعرض مجموعة متنوعة لمعدات تتعلق بالخيل والفرسان والخيالة، قدمها على مدار أيام المهرجان مجموعة من المختصين في الحرف التقليدية الخاصة بالخيل، بالإضافة إلى معرض فوتوغرافي سلط الضوء على الخيل الملكية. البحرين تملك خيرة الجياد البحرينية الأصيلة التي قدمت مع عائلة آل خليفة الكرام منذ ما يزيد عن 300 عاما، وحافظت على هذه المرابط العربية الأصيلة اللي هي تسمى أو تدعى بدرر البحرين، وبالمحلي نقولها خيل القوع لأن هي قيمة الدرر البحرينية. النسخة 27 للمهرجان منحت الزوار الفرصة للتعرف على الخيل العربية عن كثب وأصالتها ومكانتها العربية الأصيلة والرعاية المستمرة التي توليها الأسرة الحاكمة للخيل في مملكتنا الغالية. ركزنا الصراحة على الحرف اللي تخص الخيل، خصوصا اللي كانت شبه منسية الآن بعثناها من جديد بسبب يعني الثقافة وبسبب المتابعة، يعني أحيناها من جديد. الصناعة اللي تخص الخيل من الدباغ إلى راعي المعارق إلى الحذاي إلى العطار، لأن عندنا بعض الأعشاب ما تكون إلا هني عندنا في الرفاع مثل العاقول وغيرها، فبيناها للمجتمع وكوادرنا البحرينية ما شاء الله عليهم ما قصروا. الخيل العربية جزء أساسي من التراث العربي والبحريني، عكست حكايات الأجداد وعاداتهم الاجتماعية على مر السنين. معرض تراثي متنوع يجمع بين تراثنا العريق وتاريخ الخيل العربية بكل ما تحتويه من إرث حضاري مرتبط ارتباط وثيق بالجزيرة العربية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.